هذه الحملة التحسيسية يسعى من خلالها أمن ولاية جيجل إلى تذكير هذه الفئة وكذا المواطنين على حد سواء بكل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا أثناء ممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيقها بشكل صحيح وتفادي التراخي أو الإهمال في التقيد بها، لا سيما ما تعلق بإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق أو الزبون، مع ضرورة إخضاع الحافلة لعملية التنظيف والتطهير بشكل دوري منتظم، وكذا وضع المواد المطهرة في متناول الزبائن، والالتزام بالعدد المحدد للزبائن المسموح بهم على أن يتجاوز 50% من طاقة استيعاب الحافلة. كما تم في ذات السياق توزيع مطويات إرشادية تضمنت نصائح وتوجيهات في هذا الشأن. هذه الحملة التي ستستمر لغاية يوم الخميس الموافق لـ 18 فيفري 2021 لتشمل جميع أمن الدوائر التسعة، يبقى من خلالها أمن ولاية جيجل في عملية مرافقة دائمة وفعالة لجميع فئات المجتمع.